إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، هذه المناسبة وحين أسقني بمناسبة وبركيسا وأه الإصلاح ذات بين إلا إصلاحيه دد ولا لا أين باغ أدره دد ولا لا ما هي دين تكقبتا إنه دقال قال الله ما هي دين تكقبتا إنه دد مسلمين أين دله وحيدينتو كقبتا صدق. قال الله تعالى كما قال الله تعالى في كتابه سيد إلهي كتاب كيس كويري، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قفك مؤمن ومن يقتل مؤمنا متعمدا سي متعمدا أو سقو أخيار كيس قفك مؤمن كدله إسقوا عن وحدة تاجرين، إسقوا عن استفاعين، إسقوا عن لجو خصبين، فجزاؤه جهنم. إلهي بايري نفتن إلهي بأنك جعل نفتن إلهي بأبوري هذا نجزره وحكده هذا مؤمن دشوا إنه نار جليس. مركزوا إلهي ولا بنتك كما هرنا محيري وغضب الله عليه وحيالها مرك الجنة لجله وجوه الرئيسة وإلهي قرط مؤمنين تجنة الجليه وح أقول رئيس أو نحريس أو بلغالة محاوية حلت عليكم رحمتي ولا إلهي وحلت وحليدين حلالي نحريس تيدا فلا أسخض بعده أبدا. معنى الحديث نحريس تيدا يعني إذين حلالو دي بودها يا إلهي بعد اليوم وح سخض إذين مسقنان وح إنان إلهي إذين عرض إذين مسقنان بوليه كوا كنا وحوي أهل النار كي وح ليري وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إلهي بأو عرونايا إلهي ابن حريستي سأيو كفوينايا وأعد له عذابا عظيما. ابن عباس مركو إلهي نوحو دياري عذاب وين ولا ليال توبة إلهي بأينا سقناتي إلهي دن مؤمنين بأينا هاي وحو إنك وحو إن أمري إنه إلهي أنقن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وحي دعي وحي دعي دعي عن ذاتي قلاش ذا القراب ترى سمارد وحي دعي إلهي أنه توبت كينو. رسولك عليه الصلاة والسلام وحيري قفكم مركو إلهي هري ماذا إلهي وحير هذا انظروا كتاب عبدي أدون كيغا كتاب كيسا إيغا محال لقي إيغا يا وحا أقوه الرأي ولقي إيغا يا وحال إشراكو بالله إن هذا إلهي أشرق يا شيء بيري رسولك عليه الصلاة والسلام هدي اللي قوه أيوه محودها يا إلهي حق الله وحق العباد لما حق بلقى إيجا يا مركو جورس حق جور يا وحوي حق إلهي وإن الإشراك بالله على تيم حق اللي بعد وحوي إن أتقف دشي مؤمن كم بنانا إن لدلو مسلم كم بنانا إن لدلو قال كأس يظلم يلو دل ما بنانا قف كغير مسلم أه إن لدلو ما بنانا قف كمسلم كأنا صدق الرموت بك كبناته إن لو دلو صدق راسنا وحوي بناته حاكم كمسلمين وضياش أم بنانا بالمجيد أم بنانا إنك إنه ما بنانا ولا دد أم بنانا وحيق بنانا حاكم كمسلم كأه صدح له وصدح له رسول الله عليه الصلاة والسلام قف كمؤمن كديجيس ما بنانا إلا بإحدى ثلاثة بير عليه الصلاة والسلام صدح مثل كم إذا ما هنا قف كمؤمن كديجيس ما بنانا صدح الواسي صدح له النفس بالنفس قف كي نفس قف دله وإن لدله مركز رسول الله عليه الصلاة والسلام تلوا أنه وحيري الثيب الزاني قفك جور سامري حلاله وهذا نسيتي والعياذ بالله قفك صدح هذا وحوي التارك للدين ومفارق للجماعة قفك دين تكتجي
oo diinta ka laabtay muslimnimada ka laabtay markaas ayaa waliba waxa lagu sii daray inuu jamaacadina faaruq gareeyo oo booska jamaacadii muslimiinta uu ka baxo arintaasina waa arrin u banaan xaakimka muslimiinta seenu sheegna maaha qof kasta uma banaan haddaynu aragno qof soomaaliya oo gaaloobay ma dilayno haddaynu qof soomaaliya oo gaaloobay ama qof gaal ah baa lagu yidhi ha dilin qof muslima ka waran billaahi calaykum marka baaraka allaahu fiikum idinku dheereen maayo odayaashiba iga dambeeya horta walaalayaal aada iyo aad baad umahadsantihiin mar kale caaway waxaan iskugu nimid arintaas dagaalkaas ka jira labada beeleedo walaalaha ee gobolka nugaal iyo sool xuduudaas u dhexaysa anagoo ah jaaliyadda colombos noocyadeeda kala duwan odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta aqoonyahanka ganacsatada hooyooyinka dhammaantayo waxaan kasoo horjeednaa oo diidanahay dagaalka meeshaas ka socda oo wax hadda xigmadooda uu ku dhisan yahay aan la arag 25 sano kadib weliba dad walaalo ah oo isku deegaana oo isku dhula oo wiil iyo abtigiisa oo haddana waxay dagaalkaasoo weliba soona noqnoqday dagaalkaas weeye caawa waxaanu iskugu nimid waana in la joojiyo waa in la dhegaysto odayaasha dhaqanka ee soomaaliyeed ee meel walba iskaga yimid waana inuusan soo noqon dagaalkaasi haddii allah awoodda leh ogolaado saasaan rajaynaynaa sidii uu waadka u sheegay waxaweye rag badan oo arintaas inay wax ka yidhaahdaan baa fadhiya ayagaana u daynayaa hadalka waxaana ku wareejinaya maxamed cabdulqaadir cali waa mahadsan tahay sheekhana ilaahay xasanaad ha ka siiyo wacdigiisa marka u horeysa waxaan u mahadcelinayaa dadkan martiqaadka soo ajiibay isla markaana waqtigoodii iyo timekoodii soo huray iyadoo maalin shaqa ah oo maanta kale dadku inay dhaqdhaqdaan ay ahayd oy diyaar garoobaan haddana waxoodii oo dhan soo xidhxidhay sida cali uu ka shanqariyey ama aada wada ogtihiin hawshan waxaa soo qabanqaabiyey ururka la yidhaaho Somali American Council isla markaa uu soo qabanqaabiyey waa arrin ururku uu muddo dheer ka soo shaqeeyey isla markaana daraasad ku sameeyey ururku wuxuu soo qabtay waxyaabo kala duwan oo fara badan oo uu qabtay bulshadan meesha fadhida saa darteed haddana ay saa tahay magaciisa caawa kuma fadhina meesha siduu guddoomiyuhu sheegay cali waxaan ku fadhinaa Columbus Ohio communityga degan ee soomaaliyeed baaquna halkaa ayuu ka imanayaa baaquna wuxuu u socdaa labadaa beelood ee walaalaha nahay ee isdhalay ee is-abtiga iyo seediga isu ah dhibka dhex yaalla in aynu message-keena gudbinno marka saa darteed hadalka waan qaybin doonaa waxa weeye hadalku wuxuu ku ekaan doonaa labadaa beelood keliya siyaasad baynaan ka hadlaynin urur baynaan ka hadlaynin community baynaan ka hadlaynin waxa keliya oon ka hadlaynaa inaynu qof walbo halkaa ku wajaho hadalkiisa iyo message-ka uu dirayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu martida sharafta leh oo xafladdan ka soo qayb gashay bulshada qaybaheeda kala duwan aada iyo aada baan idinku mahad celinaynaa ajiibidda ajiibteen casumaaddii aan idiin fidinay iyo dalabka aan idinka dalbannay waqtigiina qaaliga ah oo caawo habeen axada oo beri subax shaqo la leeyahay inaad soo ajiibtaan innagoo halkaan isugu nimi waxaynu u aragno dan muhiima taasoo ah arrin aada iyo aada inoo ku culus oo dhibaato ka dhacday dhulkii aan ka soo jeednay dad walaalaayo dhibi ku dhex martay inaynu halkaa ka gudbinno fariinteenna ayna ku aadan oo ah inaynu nabadgeliyo iyo wanaag iyo walaalnimo ugu baaqno marka aada baan idinku mahad celinayaa inaad xafladda ka soo qayb gashaan dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oo dadka muhiimka u ah magaaladan iyo gobolkan hadalka ku dheeraan maayo hore baa looga hadlay waana qaybsan doonaa waxaan ku soo koobayaa fariinteennu waxay ku aadan tahay innagoo dhulkaa nabaddaay oo wanaagu ka jiro ku nool aadna qalbiga ugu hayna dhulkii aan ka soo jeednay iyo dhibaatooyinkiisa soo noqnoqda khaasatan tan caawa waxay ku aadan tahay dhibaatada ka dhacday dhulka hawdka iyo xuduudda gobolka nugaal iyo sool labada beelood oo walaalaha oo dhibtii dhowaan dhacday soona noqnoqotay waxaan rajaynaynaa inay dhibtaasu mar dambe soo noqon inay dhacdayna aada baan uga xunnahay waxaana aada ugu mahad celinaynaa
dadka Soomaaliyeed odayaasha iyo dhaqanka iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka iyo salaadiinta inta wale oo ka yimid gobollo badan oo kala duwan oo Soomaaliya iyo geeska Afrika ba kamida una yimid arinta inay xalliyaan iyagana waxaan u muujinaynaa taageero inaannu heli hooba la garab taaganahay ilaa iyo arintaas uu sanadtay qaadanaysona ilaa ay dhameystiraan oo heshiis dhabax ka gaaraan inay meesha ka tagin baan ka codsanaynaa وأنا أقول إنه إني كتير دونين إلى هنا كقول يو إنه ورينا تاجر بوه لد لجرب تاجر نهاي باقى ساندرينا وحلينا نهاي رول كإله بايدن كبيري ولا لاتي إن أهل باتين ولقين واقون ولا نيسان ولقين ماشى وده دجنان نيسان مركا عدي سكران وحاف عينه وناك وده نولاتو يشرف وناك يشرف إنه بتقولي إنه كوده نولاتان واحد انت واد دنتين واحد عي واد عين وهي هذا كذا ما يين لو وريجو دين عوراجة يشرفته يسترامك يوضع نولانشة أنت أصلا فرينته يوجد بنية سيدي أول بعد ذو حيد هذا الكا وحافد يدد عقالة السلادينا مركا وحير وحنهر مرينا إن السلادين تا هذا نوح قصو دوين يا سلطان فرعد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خيارت ماشي سكوتين وسلامتين قبلها إيوه خيارت ماشي سكوتين سابدتين وانت السلام إياه واحد قالوا هذا اللي يا أوركسو أجاسيني أرنت تن إيهنا ومهتسي أرنت تن إنه أو هالكن سكون ميت سدا لينو شجعي أو أي ولد أجاسيم كإنه أديان وحيدين وحيكو وشان تاي لما بيلو ده كنت قال لهم يبقى بالكسول إيو نقال وحن رشينا إن رجع هرب السديد هذين وأن آدي آدر رشينا إن أرنتها إيضا إن أود لك نقلاتان وضيع شيء ماشي شو ذا إيه أنت باق الدنيا إذا كإيمان إسا أنت إن أود لك نقلاتان أيا نريد كرشينا هم مالين يا رجل ماشي فدي كل قد بده حدوه وده بده وياه أنا كي وعدي وح حلاقي يا بكو يجوا وينو بده بده وياه يشجع لكن كي قاعد ما نسكت وضعنا يا واحد تحج لسان وآد آدي يا آد وتحج لسان أنت أنا قا اللي أنت جوا وين أنتها كهلا يسا الدور يسا وانا قاعد يشرب سيدي كرامة ده إني سو الله تو وانا كده ما تو واحد انت كده ريا هدي لا دعالمه ورجلين تو وقلقها وبربرها ودنيا بربرتو هربين وسوا رجلي وهدي يداو يدبات له هذا هاي واحد ما انت ينور دي ملما واحد هالك أنا كأني ما انت نور أمريكان شو لا واحد ما كأني وهاويان دبات دي أنا كده عادي سومالي يجديه كشان إيه الله واتن سندوت كدي بينو شوغنا لمو ها مو يعني لمبا وح يقول ما له حليلي والبان تم هذا دقال كل جل ويدن بس في مركز دت كل شيء أنا نقد غالبا دت كل مركز إنت كله يسوع بانو دير ريم وحويان والدقال وح بق حل أهله قارع مشينا إن بدن بني ما نسا مركز إنت عارف أي حاقنتو إحوله دمان إيو وحول الواقع خرابان أيها الشيء النوطان هدي أدمان تهشيط كمان تأديدان مارين أن الذي كباهنين أو أنان رال أنان أنان لغة كرينين أيها الشيء النوطان دن قولوا لهم ملكو دي عدونتا وحنو يدن لنا وضياشا وقاشا اسمدا وحقارتك انير قارتك إيو ننقربوتك ميشا تشوغا وهو قان سما أنا لا وحنا إذا كنت أجرينا عطك يجا يأركت ذا يذا يو وحي أنا كرك رأك خلاص وحنا كنت أجرينا نبضه رد تأجري منه وحنا كنت درسنا منه وحنا تأجرينا والنبض كل يذا يو وذا دال شذا يو ولالتني ماذا يدجان كأتين أو ما يدين دحين هذا هو واحد يلسان نوه جان سما odayaashi noo gansama anaga baaq aan dirayna noo gansama on intaasan ku soo gabagabeynaya anagu halkan caa waxaan u staagnahay aanu imid
وان دنقضي دنقشة كنتي دنقشة ده سواه ميدان كسيحة ويا بيني مالن أرين يقول تاجن كان تيدي مديك يا كان تيدي بده أيها الدجال ماي شركة أول حياة يكوي الله نوانك هل كاسن كدن قرحية عاد بيدي بيسه وحان مركب ولا الله ذي دجال ماي ولا الله ذي دجال ما حن وحن ندر دار مهيا ونقعد صن هيا دتك شعبك وحن ليه هاي ورمالكيني نفتينا هكوب حيننا ولا الكينينا دشان الله بضر لما متكينا ينكوب حين إن هذا ولا الكدشان وآخره دي عذاب ما تجلسان لولك أتكون دجال الله ميسان أنك كلام بايلان لولك أتكون دجال الله ميسان أنك كلام بايلان متكينا يالله مايو تاو واردي دردار مايا قلب كلام كله دردار محوي وضيع شدقن كا علم هذا هلودين كا وقاسي هذا بقر هذا تذكر اللي قلت بسوي تلينشري سومالي اللي يقان التاريخ الهواء ماشي تكن وعن كعد سنة يا وعلى ألف كوكاحم هذا البقر كله بح وعن كعد سنة يا أرنت ماشي هكذا عذيني عدالة فلان روحوا سيدي سبب متشوك سد هذا عدالة فلان وحان وضيع شك عد سنة يا وحجرت كمشي هكذا كعد سنة يا إن أرنت عدالة كفلان عدت كاسي عدالة أولا لما بارتان لوسم أيه حكم كان مركز دمبه لو وجود بيولك على حكمه أرنتنا أهلك كودا ماتوا تاسن كعصنا يا وهاكلا عصنا يا تولدها شاركة بلان شو بلا مهاد بلان يو سومالي لان يو شو بي يو كل كان سومالي يا لما أنت هاك عصنا يا أرنتها إن إذا تكاش شعبك ولا له شيء نيا إن إيجان كسيان إن إيجان كسيان كدي رجليان وحين منافقتك سمين يا مش اسمه تغنى يا مدبعتا إن أرنتها سي وارت سي وضن إن إيجا قبطان وحاني دي كود دعايني إنه إلهي مسلحة دي إنه أقبله أود إساقبشان ووالالاتي مواد وضر ألاتين سومالي هادي قحوتي وحكوفلي دي وحاوي بدنا ويشي دي بريغنا ويشي دي دولة شاركي عالمك سومالي سيكود تهي وضر ألاتين ويتباقي إنه باتتا كود عضي قحوتي دم ممانت ومباهنين لابوي لو والالا إنه مانت أيقو ودن كيشو وشن إلاتين سنة ودقال سعودي أنا مرة بسم الله إن ماشي أسمح حساك مرة معني عقلي قلبي منه كمشرين عارم فتش عيسى أيه ونوات صادرت ده وحنا مرت يكسو جب جبين يا إلهي هاي ذندويه إلهي قلبي جينا حسوسه دميه ولا اللي مدين يشريتان كينا إلهي ذي كسو عليه وحماتنا الله إذا كقاضه وحيد ننتي الله ونحرسته وحيد دعوة عنا إلهي هو بوجا ده اللي ذنكم بيدورون يا لوكاس ولا التنمى ذنكم بيدورون تهاي ما شيء ذنكم بود شوقي ماشاء الله كاس لحتان مال ضد ولا على يكون نوليين كاس لحظة وكبرنا نولاه إن بتجليه السيء أول هيد كسر عليا ضد كمسؤولين تروح كعصا يعني أرنت عاديات حوج وساران إلى هناك بريان واحدة مدين وقد ما سن جاب وقاس بشير وما سن جاي وحن وحير كعصا يا قف خم مركو هذا ين صافيريو وورقدي أكله فير ذا يا مركا وعرب عينا أول سكول إذا كوضو ورقد إنسان خارج قاعد هذا مركا عادنا بحكم سود وين يا وقاس عبد الله وقاس كسرو بسم الله الرحمن الرحيم أنا عبد الله محمد فارح وكيل كوقاس كبش السد عبد الله محمد فارح جوليد بليره سلا أوجد شركان وحن سكون نمت شركان وحان مانت عاوة وحان اسكوهن ميد أنه مر لباد يمر سدحاد أمها العلنين دادك والالها ايه كود دقال لما يزون قوري لي ميش اللي يراه نولكاس أنه كوفرتان كبر بارو آدو ما أقارنو مدام موني وينه وحا يوفي عنا لها نولك إنا نقارنو وحا اللي يويري وان نوغال ايه سول لحظوضة زون قوري لي ورسيف إيري حق يدك وآدن لباداس تشفقه والالها او إهلكا oo ah wiiliye abtigi wiiliye seedigi wiiliye adeerki labanino ilmo adeeraha isleynahayo waxaan filayaa inay fool xuman ugu tahay allah raxmadeed duqa adeerka maxamed siyaada wuxuu yiri dagaal wiil baa ku dhashay wiil kuma dhinto ah wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta dagaal ee wiil kuma dhasho waxaan mar labaad iyo mar saddexaad codsanayna in dagaalka la joojiyo naloona hoggaansamo baaq ka imaanaya adduunka la hoggaansamo waxa inta ay dheerada anigu abaal dheerada ahay meeshaasi bay nagu leedahay isleeyahay waayo sanad dhexdeera oo abaaru ka dhacday gobolka gedo waxa bi lacag nooga timid laascaano iyo boosaaso iyo garowe waxay gaartay
إن تركز تأوجدك تالله بيلو داميو إلا أفرتن بويدود بحمر كس لجسو كريجي أو قبل كجدو تركز تا يبركز تا يوركز تبيكو شوي مركا ماشاس أنو سيجوني أبي نقول تاي أبال ديرا هذا نقول له ذاي تقال كيادنا وان كنت غني نمر لبادي مرس دحات وحان عطس النجا أو إهل نما أو بري النجا أو إهل نما إن تقال كان لتشوتشيو باق كيمان يبلشنا له قاسمه أنا عمر لواط كسر نقدون هدي صورة كشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقص عبد الله وما سن جاي هذا مركان هالقف من ويريا وحي أنت أقدم بيدك وقعد تيجي يعني مركزي وكله ريام سمعيننا وحمسة دوينا أمبارسطر عبد الكريم وركن نوع ركسي والد ما هي مركا مركور بحرب أنها السلام وضياشة يو حجرت كي سرادين تسوي مثل كان وشدد اللوجمت أنا سوون مدوالق حي وحان ربا إيران أمهد أليه قدقي سواق قابيه فراش كان قروح ضبطن إنه نو دياري إيران أدره باق نبادات لبات هذا كده عضي طلبات قويسة والعلاها سوماليو وحان أمسيرا إنه كده عشي تقال ومدو سوماليا ملك استويتشو وحان كبورنا هيا إنه كعفته إن تقال إيوه إن الله إسلايو إنه نحر لحين ولبا وحان ربا إيران باق ندره وياش كبوريو سلادين تا يجيزها درر هيا تقال سودونيك هادي قهر يؤيري ويل باكون يتهول كمالاشو داد كانوا وداده هلا إن وحان كلو كبورين هيا إن دباتة دعادي أن السياسة دين وسياسة دلقة سارو رنتان وارين قبيل أريمها قبيل كانوا بحكو فاين وقود ما يسيدي لقنكا قامبوركا الدقاء استمارد الله إن لمرو الله أقول عادو وحا سلادين تا يودياشا iyo oday dhaqameedooda ay gooyaan waa nasiib darro dad saa wada dhashay inay dagaalamaan wiilal Soomaalida inay dhintaan waa Soomaaliya uma baahna in dagaal ka dhaco mar dambe waliba siiba dadka aaga degan dhibaatooyin badan baa ku dhacay wararka ka imaanaya waxay tilmaamayaan inay siyaasadaan tahay arrin siyaasadeed ay tahay marka waxaan aad ugu boorinayaa in arrintaas laga waantoobo ilaahayna waxaan uga baryayaa إن لما قرأ أضياش سلادين تأنا ونا وحن لجرب تاجرنا هاي وحكي السوء هذا كان يعلم إنه دجال كونه صعده صابته أمره والبنساس بن باق صدرنا إلا أنتاس لاصل دجا حلا حلو أنتاس مكسوك كم هذا الكلام بعد ما وحن ملاين يا وادك وادا أنتي با ولا فهمي بمحوها إن وقت الله صو قابيه مركا قال كايا قعنت تاجي قال كايا أنا ما أحمد اسمع حكي بالجرا هذا أضياش هذا أنتاس ورك سوء أبلي بان كم ذها هرت وعويان مركو رئيس وحان هرت اللي وذاقه هي أرنتي باقي للدري أضياش يقول رئيه هلين هلا أرينو يربان كدرها هي شال يدا أما قرب شوك تبنان كشوك تميل والبهات شوك يعني وعن كعد سر إن ميل انتساس وكل سوي ما دان إن يدك باق ودران أو أي دك النبض أي دك كوجو بابيان بروبينجيا الصومالي كتشرا قيب وين بيك قاعد كريا دك بنان كشوك مدان أو أرنتا لعضي بروبلم وعي ما ده dadku waa islaaya deegaanka wada degani laakiin dadku wuxuu waa inuu yeeshaa wax weeyaan dadnimo ay ku xalistaan wuxuuda horta ilaahay waxaan u duceynaa dadkayaga in ilaahay siiyo dadnimo ay ku khilaafka ay ku xalistaan bani aadamku wax weeyaan dadku dadka ah khilaafkooda ayaga xalista waxaan dadka ahayna waa islaayaan ilaa iyo ay ka daalaan oo isbaabiyaan sida odayaashii ugu horeeyay ay sheegeen arintan dadkaani marka u dambeeyso way heshiin doonaan laakiin gormaan heshiinina ma waxaan heshiinina intii rag inta soo boqol ay naga dhinteen iyo dhaawac iyo dhibaato iyo salkac mise hadda oo xoogaa dib yar dhigaari baan heshiinna waxaan kula talinaynaa odayaasha jooga ee arintan faraha ku haya iyo odayaasha labada beelood in ay naga aqbalaan inay nabad qaataan maanta nabada maanta la qaato oo odayaasha gudiga sheegaan mid aan ku lugayo wada qaadanayno inay noqdaan weeyii maxay yeelay hadaanan anagu wada qaadan oo aanan meel walba faafin oo aanan shir qabannin aan ku aydsanahay shirarka oo go'aanka odayaashka soo baxay oo jifo walba aanan gaar u la hadlinin waxa weeye waxaan ma socon karayo odayaal baa heshiyay waa lagu kala tagay waxaan wax soo laalaabtay weeye waxaan codsanaynaa midaan in laga sii adkeeyo intaas oo go'aanka maanta la gaaray uu ahaado go'aan guud ahaan aan u gaarnay ama aan banaa qurbojoog ahaano ama dadka meesha gudaha jooga wadanka ama meesha hadda arintu kala caysay ayan ahaatay waxa kale oo anaga qurbi joogta loo kaga baahan yahay odayaasha tagay oo dantoodii ka tagay oo arintan u fadhiyay inaan gacan siino in aan siino tala inaan siino
إن أي واحد الله واحد نوقف بهذا أن كعاونه. بقينا واحد ولا عاونين هذا. ما عصرين ما عصرين إن أساس يلقب شو منو بعدين شو. أرنتان وحويان هذان أنه كل ينسمي أن جوا تسهد وسوق واركي أنا واحد واحد هاي دتك دتك الله الله يبان هذا ماش بلد كلهم لما أنتوا الكوري جاي قف أن دونين هذا هاي شو ماش أنا أما يوسف شو جيني ما أشره كل يوم واحد دونين النوادي نلقاته إن شاء الله النوادي نوال هلا إن إلى هاي نحن قد قد ضد أو ذا إن بروبلم كأي أيلي هندي بتوه أي حلستا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته قال كايوان محسن جاي علي بابو علي جاي ها نين وضيع هري marka ninka odigaan seenaya kadibna waa hawii waa gacantaagaas ku soconayna abdul baawir riwaay waxaan seenaya xajiin ba laba kalmo oranaya bismillaahir rahmaanir rahiim aan ilaahay hayno dambi dhaafo intaas aan horta kaga bixi xaga ducada inta kale soomaalidu wax ku ma maay jirtaa hadal iyo haleelo ma diinay hadal iyo haleelo ma diinaa leey hadal qofki nool uu hadli خير يشرح وقاعد لبا حوله هذا هلالي هنا ما لسه لوب بديها هو الماله لو حمل جوج هاي مركا رجع الله أبو سلطان مدي يضياشي مرة تكون عسنا هاي وحاي شيء جنب هن كم ذي سنة هاي ونعكس سنة يكون هذا لين أنا جو سؤال وحاي تراها جيد عيل عداق ولا لين اللي وداق ده كهل كهاد دكان ماشي هذا كده قاله هي أنا أقول جود أرجع ماشى أي حد كده قال هقول جان ما نار لكن أنا لا دل أنا أقول الله نايين يوم برتان جون كونا ساعة سكر المركا وأكحونا هي خير خدمة شرق هذا أدبر أكحونا رنتي وحن ده لهين أونلاين هاي ده لهين ما هو حن ده هينا أون إذا كون لنا إن دب دم بان لون نقول واحد فاش حن يتسميسات واحد فاول حن رنتي واحد فاول حن ولغي يقصدوا واحد يتسميسات لا تكيس كسمين لها لما تين Soomaalidu waxa weydiin taqaan hada reerka laba reer dagaalka dadka ugu xadaarad badan ee Soomaalidu ugu maartay ugu ilbaxsan baa la idin qabay laakiin waxa uu ma qatar dadina dib u guurteen dibina u guurteen soo ceeb ma yaqsi ma marka ceeb wax laga yaqsado way runtii idinkoo Soomaaliya magaca Soomaali dadka umada ku abtirsan dadka ugu xadaarad badnaa ee ugu taariikh dheeraa ee waa la idin qabay horumarka ugu maartay ugu sirri inaad atihiin hadda xilligan adduunku casri yahay oo meel walba maanta laga ilbaxaa inuu dib guurtaan oo ay cuntaan oo gabdhihi iyo wiilasha iyo waxaan ku raadaa carruurta isku dirtaan waa nasiib darro runtii aad baan oga xunaa arintaa yada waxaan dhigi karaa runtii meeshii la idin qabay waa ka soo dhacdeen anagu ehelkiina waxaan idin leenahay dadka waxa ka shaqeynaya dad baa ka shaqeynaya kulli dadka waxa ka shaqeynayo wax raali oo la idin ka yahay ma jiro idinkuna raacsanin وأنا عيب يقصي وحلاقي يقصي دوي فهمت هذا وده قال يحصل لما ديكروا حد فيقصي تقال عدو قال الله تقالا مع عدو ده له ولا له والما ده يروح هذا الشيء وهل قيس سو وحلاقي يقصي ما وحلاقي يقصي فهمت عيبوي وحن ذكرنا ده جه نجي إنها نقول أي خير وش حد كتم بي أي مغلان إنها نقول أي وحص خير أركان ده جه نقول أي وحص المغلان فهمت oo Soomaaliyeed hormar ama arday xadaarad iyo sharaf u qabilsan ayayne halkiina ka wadaan ma xilliga waxa Soomaali waan lahayn weyn iyagaa nabadayn doon runtii Soomaali markii balaad u dhacday ee laga kala qararay ee balaad dhacday ee wiil yahay martii la soo cunay ayaa aron kala qaadinay reerka halka aba ugu wanaagsanaa hal qarin laga ma qaadin intii tuulooyinka wadanka intii ka deganayeen wax la boobay iyo wax la jabsaday iyo wax la fuulay mid ka wadheen iyadoo hadii la hadal xalaalaystay in la isboobo oo la islaayo oo ceeb ka dhacday yaa idinku sharaf iyo runtii aad maanta ninki wax garanaya inaad hooyadii umada tiin iyo deganaashii dalka iyo umada Soomaaliya sharafteedii yaa la idin arkay runtii anaga aan waadi qareena waxa tiin laakiin hadda dib u gurteen xilligan maxay noqon oo taagu kuwi gobolada waligood baan dawlad baa qoonay hadda ay dawladda inay dhanaqaan ay rabaan marka khayr badan baa idin rajaynaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أنا جوحة حقي سوق عشي الله بوق ضبو عن لغود دارين برنامجك أتبع مع سنتين أبابلك إيو كدر قشادة اللي بعطتها كتاعك المشاز أنا وحنا كود ربينا كود دارو هدي على هذا لا بد بيلوز دراري أو دبتو دحتاعن تاعي
in la helo qolo walba in halkan goono uga shirto oo ay istaajiso qoladeeda kale oo dadku way ismaqlaa een waana muhiim in qolo walba jifadoodu ay goono pressure u saarto ayadoo tan goodna jirto een qolbkaas waa kaas mid kale culimada meesha joogta ama uqaasha meesha joogta haday rabaan inay dadku nabad walwadkooda noolaadaan oo aan dhibaato ka dhicin baaritaan fiican ha sameeyeen dilkuna sidiisaba wuxuu ku fiican yahay in dil loogu jawaabo haddii meesha ay dhimasho ka taagan tahay 24 saac weligeed dhimashadaas baa ka soconaysa ilaahay baa dadka u xukumay in sidii shuqdu hadda noo sheegeen naf hadday naf disho in loo dilo nolol baana ku jirta الحي محيط عيد القرآن كعيد ولكم في القصاص حياته يا أولو الألباب ضد كل أنه موضع قرن كران وح قرن كرا وحي مركز عقلي يو أرنت عنو سيدة ينرول وجه الكريان با قرن كريا برجعانو هذا الكواد ديري رالي هذا أنا لبضة شفوا هل كان وحي كتشوجا أو أما نورد أمريكا كتشوجا أما يوروب كتشوجا تلفون على سكورتو أرنت على استاتي وأبدا ما سنتين عبد الباسين يا كدي وحي وريجي ساق قبل هاد يا اللي جراهو قبل هو مركز سيف كل هريان يجاي سيق عنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا دمانتين بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وحن باقود وحن مهدو علينا يا دتك كومنتيجا ومن أوتشوغا مقالة أوهايو أما كولومبس عندهم وأرنتاس إسكحل ساري وإهل لمدى يا إسلام لمدى أقر مدى وإنتاس خيارة ومسلمة وحقرة وحنون صدي ودبت ماشي كرد علي أقق سنوي دي سوقي ياري مر لبادي مر صدحادي مر كوباد بوائني مهد علينا يا ومن تامر كسو هذا وحن باقو دريا نمانكا كودة قال لما هايو أنورت لباد بيلو دو ماركة داد كان هالبيلوية وأنا وضد الشين اسكو دول لوا دقيهين واحد وحيد داد كده حيا كده حيا صدح ده حقو دين تا إسلام كو أي بنايسي إن اللي تحقل يولا إلى عليا إن كده حيا وحاين كده حيا درس نمو كالقوري ميسان وحاين كده حيا إسلام نمو أو وحل اسكو حرير يدين تا إلهي باقو الرئيسة قف كي كو حد قود باه قف إسلام أما فدودية إن اللي ديلو أما لدباتيو أما لو أرسلوا إلى قفا واحد لنا أنا لو دلو وحول لم بدي يقف دكي إسلام كايودن اللهي قف كي قف بدبادي أنا وحول لم بدي يدين إسلام كوقف دكي يودن بدبادي قف كستنا وعد من يا قف عند الكو حكمنا إن أدون كركيسة مسارة إلهي كبغى أو نار كيدا كدي جنينا إلهي كبغى أو دن نول نول أهل كينا هلينينا إلهي كبغى وأمرك إلهي كو حد قد بننا إلهي ربكو نكو إلا عليا دقناشها إني كدو ميسا عبادة دا إني كدو ميسا وحا إني كدو ميو وحي إني دحي يو وناكسنا يودن وحا نديار قروب إيا وحا الله وحي أقابها بسود دقا يعرك يدولك إلهي وحا وقد نباة تبنين مومن وديك سلا داديو عرك يدولك ينتا ودح يسول الرقوي وحاق در القد دادي إن هاد معلول بسغير كالليسان ودادور مقبتان مرتان وحليد العبادة السنة يديك إسلام كو حارانتا هادو سكر قورتان وهادون كو اسكو الحياة اسكاد لغتان على إلهي باك في ديسا أرين كو فرح كرم ماهن أرين أغلو أغل يهي ماهن أرين إسلام نمدو أغش يهي ماهن أرين وحق تري سانا ماهن دان نول نول هالينينا داد كدين تانا سوان نقر ما يودو عيي وحان وحو قرينو دول مكو تغينا إلهي بي هور تغيان قف كي نولو توبت باكو فران قف قرش له وطلع لك عربا وحا وحال يرير هدو دالنا والد دشيا هذا الهدو دالنا والد دايا ودقال كان والد دالي وحد كدري ريسان نمت شدان ميلاد كلا سوحتان نمت شدان تد مكسوه عوز كان وضا داغا علينتا وضا داغا عيل كي بيونا كده حيان باتين هدينا كلا تيهين محاي سو قبل من إيسان محاي لاي نارتا وقا غادا نيسان محاي لاي وقوبادا ينكارتا لو قلب سنيا boqoradii iyo salaadiintii wax garadkii iyo dadkii Soomaaliye jirku iyo dhiggu islaanimadu kala dhaxaysay oo inuu soo gurmaday aqbala maanta waxayna dhahan anaguna baaqanagu nabad weey waxa laala wixii wanaagsan waynu ku taageereyna nooc kasta yihiin waxa laala wixii naga xunna in ku aqbalayno
إلهينا وحان إنه ويدينا يقف دنبينو سنين كردمان وقف كستينو كو آخر واين ونارتو إيسان داتك بطسان وديقو أسان نقوبادان وقبلها قيريو دي قبلن كودة يدباتادو دان لكردين وان مردن بداتكو إسحال عليسان انت أسان وقبح يا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركان دانتا أقود باو عانيقا هذا الكي يقول الله ميرود بكسليسي جاي ميل وحاوي داتك إسلايني وعن لين هاي أغلق هاتالي ويلير يقوريي تالي دين تو هاتاليس داتك وحقراني يا هاتالي دين تا إلهي هلوغو تشوكس هاي سليني نان لين وحلقا بعاشي يمالي بيش عاد سكول لين سان سرع مالي ووبيال ممرا شدال إيام معدن مالي وحن لي إلهي كياب أو إهل لمدي نفيري أو دين تي نفيري أو درس لمدي نفيري أو إسكا داية دقال أنت عاس قولا يا سانكا قد بي وضاك رو إسمي ذا إيو وحن قرد كا أو إسو قرمتين وحن لي ويني قرب تاقن هاي هوش عاس وإنات كاميرا لسان آد باد أمها سنتين ميل في عم باد كوضان إلا آت نمي سانا ميلها كادنين على هذا وحين كل أصل هذا نوصو خبار كيسانا إيه الكاس كحماضي وميل والبتشوغ ودقال كحم باتشوغ والين مقلا يا إنه غرضي الغرب باتشوغ تا خبار نوصو درصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. دتك ماشي يسوقو يميت إما غاوير تميلنا يان سلام يا سلام كبعدنا وحن ادعينينا أما أنكر عصانا هاي سلادين تا يا وحقرتك يا دتك إلى هاي شرف تله وسوق كان يمشى يوم كرة عصنا هاي واحد الله عليه واحد كهاد لين يوم واحد شجعنا خير كأ أيام كرة عصنا إلى هاي واحد نكبر يينا سيدا عن أش على هاي أي عن كل جاي أود الدنيا إنه شرف تا يا نلاش يا نبت جليدة إني كل أقعد طالين كنا أقلب جينا قوة إلى هاي ما يروح حمانت كم ما يروح سماح كشوبه إني لهاي يدن كديكو إلهي وحانو كبرينا ووضا بقنا ووضا داوعانا هاي ووضا كربيسانا هاي قف عافيبات قبا قربها نو دقال بانو ودنك اوتاقنا ليبانو كتاقنا حدنا قف بيت قبا مليهين مركانو ليبتا مقالو إلهي ليبتا إنو إذن كم ميدانو إلهي إذن كبرينا وحالا يدي أديقو عيبوبي إيا أديقو وحنين إيا والالا ديون دفيرين مسكو ودا درسادا بات شوبتان حالا دينو مدوان أكسان ماها وامد لمتاي قف وامد وح آسيا يمد وح ديليا يمد لدوغ ايو كل جينا ساسد كتشرتان هلاق إذن هايستو آخر عقدران إلهي وحن إذن كدو عينينا إن إلهي كوي او دوويو او دوويو او دوويو إن إلهي إذن كردقو أو وحا كم ميدا إن إلهي إذن كردقو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن آد بان اوغا قبانينا دي واعتادا كرد عذي لبادا قبل دادك اسكول لا يدقانكي marka ilaahay waxaan ka baarnay in ilaahay dadkaas oo islaax dhex dhigo bogooda burcada Soomaariyo heshiiskooda ilaahay islaax ka dhigo aamiin dhaha aamiin waxaan baaq u dirayaa dhamaan dumarka Soomaaliyeed oo labadaas gobol degan ama gobolada u dhow dariskooda ku degan inay isu keenaan ragaas dhibaatooyinka ka dhex dhacday inay heshiis dhex dhigaan inay u gurmadaan إن قبلها أس وحندون هي يسوي ماذا كل قط جنبوين كي توران لبعتهم بامش كده عادي دب بكرة ما عادي وين هو استعان دمر كصومالي هذا نو قبيل شيء مهيو لكن دمر كصومالي أما هالنقطة لبعض قبله إسك سورتشي هذا أما هالنقطة كود دكان كأريده وده دكان وردن هاو استعان درك هاد دكان هدا يربان جنبوين كي توران رجع وحه شيسين وين دمر هو استعان رجع سكانه لا يبيري مركي هشين ويد أنت أصلا دمر بقى سكاني dumar baa markii hore dal dumar baa gambooyin ka dhigay hallo istaaga hal iska day niman koos looga wada jiro baaqaas waxa iska la dumar ka Soomaalida waxa joog waa inay rag isu keenaan waa inayna kala raacin waa dadku waa dad wada dhashay waa dad maxay ahayd isku meel ka wada yimid ilaahay waxaan ka barinay in ilaahay bagooda burcada Soomaariyo anagan waa ka xunnahay waxaan kala halkaan ka salaamayaa odayaashii salaadintii ka tagay halkaan dad badan baan ka aragnay nuujisada dad badan oo gobolka gedo ka tirsan oo ka tagay baan arkay halkaas baan waxaan oga dirayaa salaan ilaahay waxaan ka barnay inuu sa ilaahay maarkta een ajri xasanad ka siiyo waxa ugu muhiimsana waxa kamid ah waxyaabaha islaax wax la yiraahdo dadka isugu keeno wax sidii caawan isugu nimid oo kale wanaag iyo heshiisiin wixii ka shaqeeyo ilaahay ajri xasanad ka siiyo aad baan u qiiraysanahay waayo ilmaha deertay iyo ilmaantii aashay la islaaynaya marka ilaahay waxa ka barayna sama khair qaba
inay ku gudoonsadaan oo ma aragtay sheydaanka ilaahay ka dhaxsaaro baan ilaahay ka baryayna faatixadan oo soo maray ilaahay inuu dhibka ka saaro ku taageerimayna waxaanu ku taageerayna male ilmahooday qalqalanayaan ilmahooday leenayaan anoo qarsin ina daara ma ku taageerayo mana ku taageeri doono mana ku taageerayna man ilaahay waxaan ka baryayna simada ilaahay u soo khasbay ummada ilaahay inay saman khayr qaba ku heshiyaan oo ilmahooda badbaadsadaan baan ilaahay ka baryayna assalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakatuh inna ilaahay waxaan ka baryayna in ilaahay samahooda ku taageero hal hal gabadho dambaan dhamaynaysa dunyo hadana waxaan ku soo dhaweynayaa dunyo oo ah gabdhaha Columbus gabadha had iyo jeer naga qayb qaadata hawlaha aan wadno hadda ururkan wuxuu dhisnaa ilaa 2012 baan bilownay hawshan in aan u shaqeyno community-ga gabadhaasi waxa weeye waa gabadha kaliya aan habeen naga baaqanin habeen naga ma baaqanin hadday dhaxan tahay iyo hadday baraf tahay iyo hadday kulushahay mar walba way nala garab taagantahay marka waxaan ku soo dhaweynayaa dunyo bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wakafaa wasalaatan wasalaaman calaa cibaadihi alladiina istafaa thumma ma bacd ikhwaani waxibati fillaah waxaan jeclahay inaan dhowr kelmadood aan meeshan ka soo jeediyo caawa dhowrkaas kelmadood waxaan isleeyahay in badan oo ka mid a dadka meesha fadhiya ayaa yidhi iyo dad badan oo kale oo daafaha adduunka baaqan ka soo diraya saddexdaa kelmadood kelmadda koowaad waxay ku saabsan tahay dadka dagaalamaya labada dhinacba ha ahaato kelmadda labaadna waxay ku saabsan tahay dadka culimaaudiinka iyo cuqaasha meel kastay joogaanba kelmadda ugu dambaysana waxay ku saabsan tahay dadka dhibaatadu soo gaadhay oo si gaar ay u taabanayso kelmadda ugu horeysa sidii waxa weeye dad badan oo adduunka jooga ay tilmaameen ama dadka caawa meeshan fadhiya ay tilmaameen dagaalkaas meesha ka dhacay qoryooley iyo magacley meesha lagu magacaabo iyo eriyadaas waan cambaaraynaynaa waan dhaleecaynaynaa sababtuna waxa weeyahan ilaahay baa cambaareeyey subxaanahu watacaala kitaabkiisa qur-aanka waxauna rabbi subxaanahu watacaala uu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamidan fajazaa'uhu jahannamu khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi walaacanahu waacadda lahu cadaaban cadiima aayaddaa waxay sheegtay shan arrimood oo midba midda kale ay ka daran tahay oo rabbi subxaanahu watacaala uu u ballanqaaday dadka waxaa weeyahan dila bini aadmiga bikayri xaqna ku dila muslimiinta weliba ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu ku leeyahay aayad kaleete isagoo tilmaamahaya muwaasafaadka iyo sifaadka dadka wanwanaagsan oo muslimiinta ay leeyihiin waladiina laa yadcuuna maca allaahi ilaahan aakhar walaa yaqtuluuna nafsa alatii xarama allahu ilaa bilxaq lama ogola ruuc bini aadmiga inaad bikayri xaq ku disho iska dhaaf muslim eh xataa gaalka inaad bikayri xaq ku disho lama ogola walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha uu aad ogala hadlay ummadda waxaa ka mid ah dhiigga islaamka iyo qiimaha uu leeyahay iyo ahmiyada uu leeyahay sidaa darteed baa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu tilmaamahayay dunuubta waaweyn oo kabaa'irta la yidhaahdo ayaa waxa uu yidhi nabigu ijtanibuu assabca almubiqaat wartadowada dembi oo dadka halaaga iska ilaaliya markaasaa saxaabadu waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahay waa kuwama kuwaasi waxa ugu horreysiiyey nabigu ashirku ilaahay oo loo shariig yeelo dembi ka weyn oo lagalama jirto waxa uu ku xijisiyey sixirka bini aadmiga la sixiro dembiga saddexaad waxa uu ka dhigay qatlu nafsi buu ka dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam dagaal markii uu waxa weeye ummadda uu sagootinhayay xajatulwidaac sagootigii ugu weynaa ummaddii ugu weyneed marka uu la hadlahayay ayaa waxa uu nabigu yidhi maanta maalinta ay tahay ma garanaysaan markaasay saxaabadu yaabeen wuxuu uga jeedo markaasaa waxa uu ku yidhi miyuusan maanta yowmu naxri ahayn oo maalinka waxaa weeye xajka dadka gudanaya waxaa weeye ciidda ah waay markaasaa waxay dhaheen haa yaa rasuulka ilaahayow markaasaa waxa uu ku yidhi meeshan aan joog bishan aan joogna waa tuma markaasay saxaabadii aamuseen oo yaabeen markaasaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi maysan dilxijo ahayn markaasay dhaheen haa markaasaa wuxuu ku yidhi booska aan joogna iyo dhulka aan joogna ma garanaysaan markaasaa waxay ku dhaheen rasuulka ilaahayow waxa weeyahan noo sheeg allahu rasuulu aclam markaasaa wuxuu miisan xaramkii iyo beledkii xaram waxa weye xurmada lahaa maka miyaysan ahayn meeshu ahayn intaasoo dhan nabigu muxuu oga leeyahay wuxuu rabaa arrinta uu soo wado weynankeeda inuu sheego markaasaa waxa uu yihi nabigu fa inna dimaa'akum wa amwaalakum wa acraadakum calaykum xaraam ka xurmati yowmikum haada fii shahrikum haada fii beledikum haada war arrintaasoo dhan waa mamnuuc wax la ogol yahay maaha war iska dhaaf inaad ruux muslima aad dishee xataa lama ogola inaad hub u qaadato man xamala calayna silaax falaysa mina buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walidaalika baa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ruuxa muminka laa yazaalu lmu'min fii fusxa min diinih maa lam yusim daman xaraama ruuxa muslimkaa inuu waxa weeye waasic uu yahay dhulka ilaahay waasic u yahay ka zuuli mahayo ilaa uu dhiig islaam uusan gelin maalinku dhiig islaam uu galo adduunka o dhan baa waxa weeye ku cidhiiryamahay
بل نبي عليه الصلاة والسلام إلى وحاو قارسي حد وكت المامي روح مسلم كأدلتان كيسو قال لمينتاي سباب المسلم فسوق وقتال وكفر روح مؤمن كائنات عيدو وفاسق نمو إن الدشان وحاوي وقال نمو ولذلك النبي وحاو يري لا ترجعوا بعدي كفارا ورأني قلاشي وحاوي هؤن قننا مركان انت كدب قال نمو وحاوي هؤن قننا هذا يعني وحاوي يضرب رقاب بعض يضرب بعضكم رقاب بعض قاركين قارك كلا قارته وحاوي كسرها يان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما المال ما كم ذا وحوي فيري كعبده فيري مركاسا وحوي ما أعظمك ما كوين أعظم حرمتك حرمة هذا أنا كوين لكن المؤمن أعظم حرمة عند الله تبارك وتعالى روح مؤمنك يا كحرم وين سأدرت ذو حن لنا هاي وأن أمبارين إنا محيي لإله بعمباري سبحانه وتعالى قلبك الله بعد وحان لها يحاوي علماء دينك يددك عقلك ووليك كهري أرين تاسيدا أدوه هذا الشيء أدونك ورن سكتي ما دين وأرين أدي أدوه ناكسن جزاكم الله خيرا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أرين أدي بلوى واجب ويان وإن ضائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيع إلى أمر الله وواجب إن قرض وحاوي قردرا لقبته او لچ لچوچي وحد ودان انصر اخاك ظالما او مظلوما سيد النبي عليه الصلاه والسلام وليه روح مركو خلدن يها دي ادن قوانين وحا ويهن وحا اترت ما جرت واد هلاكتي ان اد غرب وردو او تيرادون وهل انا الا من قزيه ان قود قزيه قويت وان ترشد قزيه ارشدي هدا تيرادو سيدي جاهليدي او كلي انو ريه بلون بان هي هدي نار غلانا وان لا غلي هدي جنة غلانا وان لا غلي ما سكونيس وا ان اد وحا وي ظلمي ان اسكا قبنو روحي غردرادا ودان وحا وي لقبتو وحان كو سو غبغبين dadka ay dhibaatoodu sida gaarka ugu dhacday idinkuna sabir baa leeniga baahanyay sida in badan dadkii oladayaasha ay sheegeen waxaaba ma tarayso dad cusub in la laayo wala man sabara wa ghafara in dhalika lam min azmi al-umur umurtu waxay ku xiran tahay sabirkaaga umurtu waxay ku xiran tahay faman afa wa aslaha fa ajruhu ala allah khayr badan ba ilaahi subhanahu wa ta'ala ina sinaya waxaan leenahay waxa weey halka umurta lagu joojiyo dagaalkaasina dagaal xaq ah waxa weey ma aha waxa nabigu u noo sheegay alayhi salatu wa salaam oo ku soo gabagabeenaya in qaatilka iyo maqtuulku ba dagaalada noocaas oo kala fin naar ay yihiin هلا اسكي الى لي مركه بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شيخ مختار عاد بو ماسن يحيى مر والبنا قيب بو كا قاتا وحيابها مصالح دا او ددكن سومااليه دو دغن اوهايو وحان وها وي بو كشيغن يحيى علماء رنتي واخ كاستو لوغو ييرو اد بو عجيبا ددك قار با علماء يراهاني ميشا ما تغيو قبيل با لوغو هيا كانا لوغو هيا لكن شيخ مختار مر والبا waxaan ugu mahadcelinaynaa sida uga soo qayb galay xafladaha haddana waxaan ku soo dhaweynayaa dr abdow ku soo dhaw wa maasanta maxamed assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh khayri dhamaantii wa salaama ya ragii dumar baada salaan warka waxa dhameeyay intii hore u qaataa dhameysay gaar ahaan sheekh muqtaarna intii loo baahnaa oo khayr ah waa uu sheegay walaaliyaal kaliya waxa way meeshaan caa waxa isku nimid inaanu gudbino baaqas dadka aanu gudbinayna baaqana waxaan ka codsanaynaa inayna maqlaan oo maqlaan odayaasha taafaha Soomaaliya ama geeska Afrika iskaga wada yimid oo nabada la wada qaato dagaalkaasna waan aanbaareynaa intii wax ku gaartay sida hadda sheekhu uu naxusuusiyay waxaan fareynaa inay samraan oo ay ka midalan sabirka qaataan intii dhimatay Allah uu naxariisto انت حنونسن اما دعوه او كغارينا الهي عافيمات هسيو اذن كانوا وما حسنتين وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحن ادي مهد علينا يا اوركا سومالي امريكان او هاوشن سو قبن قابيي وحا كلون مهد علينا يا تدك سو عجيبي حفله تن او رغ يو قبل دوله